بسم الله الرحمن الرحيم. الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعلام القرآن. وبيوم بدر حين تنحى وجوه جبريل تحت لوائنا ومحمد هذا أفخر بيت مارسه العرب. مشهد لن يتكرر لأنه لا يوجد راح ممكن أن تقع في التاريخ من بدر آدم إلى أن تقوم. يجتمع تحتها محمد بن عبد الله وجبريل وأبو بكر وعمر وغيرهم من سادة المهاجرين أخبار وآثار. فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه والله ما ظننت أنني سأعيش إلى يوم أسمع من يتمارون في الحوض ولقد تركت في المدينة خلفي عجائب ما صلينا صلاة إلا سأن الله فيها أن يسقيهن من حوض نبيه. وفتن ومحن قالوا ما أعطي عزير هذا إلا لأنه ابن وقصص لشخصيات ماضية. فلما أدركه الغرق وأخذ يرى الموت عيانا في البحر كان جبريل يأخذ الطين ويضعه في فم فرعون حتى لا يتلفظ فرعون بكلمة يستدر بها رحمة الله جل وعلا فيرحمه الله. نأخذ منها العبر فندرس سيرته لنقف على أعظم صفات التي تحلى بها حتى نبتعد عنها. لأن المؤمن يتحلى بطرائق الأخيار ويأنف وينأى بنفسه عن طرائق الأشرار ونكتشف الأسرار. فقال لهذا كل إنسان على الفطرة يجد في قلبه حنين لا عرفات لأن النفس تنزع إلى ما خلقت منه. ونبحر في التاريخ قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحلها جل وعلا لأحد من الخلق إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حلا مؤقتا ذاعة منها في يوم الفتح. لما انتهى الفتح ردها الله جل وعلا حرام. على متن سفينة أعلام القرآن لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله. ومع الشريط الأول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين. خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه اللقاءات المتتابعة بإذن الله تعالى ستخصص إن شاء الله جل وعلا للحديث عن أعلام القرآن. والعلم ما يطلق وهو أحد أنواع المعارف الست وأظهرها وأشهرها، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم ولقب وكنية. وبكل جاء القرآن، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كلام الله جل وعلا ضمنه الله جل وعلا أعلاما ذكرها تبارك وتعالى في ثنايا هذا الكتاب العظيم، إما مدحا وإما ذما، إما بأسمائها وإما بألقابها وإما بكناها. وهذه اللقاءات ستعرج إن شاء الله تعالى على التعريف على بعض أعلام القرآن. ومعلوم قبل أن أشرع في البيان أن الرب تبارك وتعالى والله جل جلاله هو علم الأعلام. قال الله تبارك وتعالى على لسان ملائكته: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ثم قال جل شأنه: هل تعلم له سميا، أي لا أحد مثله جل جلاله. قال كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يطلق لفظ الجلالة أي الله على أي أحد من الخلق، لم يتسمى أحد من الخلق بلفظ الجلالة. قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، ولم يقل أنا الله. فلفظ الجلالة أي كلمة الله لم تطلق إلا على الرب سبحانه وتعالى، لا رب غيره ولا إله سواه. ولهذا في دروسنا هذه لن نعرج على التعريف بالرب تبارك وتعالى لأمور: أولها ما من الله به علينا وعليكم من العلم به جل وعلا، وإن كان هذا لا يغني فإن معرفة الله من أعظم ما يقرب إليه، لكن نمط الدرس لا يتكلم عن الله جل جلاله ولا يتكلم عن الأنبياء والمرسلين رغم أنهم أعلام صالحون عليهم الصلاة والسلام. ف
فنبينا محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وإخوانهم جميعا من النبيين والمرسلين لن نتحدث عنهم في حديثنا عن أعلام القرآن، لأن الحديث عن الله سندرسه عن طريق العقيدة متون العقدية، والحديث عن أنبياء الله ورسله سندرسه عن طريق السيرة أو عن قصص المرسلين، وإنما سنعرج عن الأعلام التي هي من غير أعلام الأنبياء والمرسلين. فنقول إن القرآن العظيم تضمن أعلاما لأقوام صالحين مثل لقمان وعزير وذو القرنين كأمثلة، وتضمن أعلاما لأقوام فاسقين مثل قارون وهامان وفرعون على القول أن فرعون اسمه، وتضمن أعلاما لأمكنة كالمدينة وعرفات وبكة والبيت العتيق والمشعر الحرام، هذه أعلام على أمكنة، وتضمن أعلاما على أزمنة، قال الله تعالى شهر رمضان، فرمضان علم على شهر على زمان مخصوص، وتضمن أعلاما على أصنام، قال جل ذكره أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فاللات والعزى ومناة أعلام أصنام، أعلام على أصنام، وتضمن أعلاما على أيام على معارك، قال الله يوم الفرقان، وقال جل ذكره يوم حنين. فهذه بعض أنواع الأعلام في القرآن العظيم، وكلا إن شاء الله سنعرج له عبر دروسنا المتتابعة في هذه الفترة إلى شهر ذي الحجة بعون الله تعالى. قلنا إن العلم في القرآن يأتي اسما كهامان وقارون وفرعون وعزير، ويأتي لقبا كذو القرنين، ويأتي كنية كأبي لهب، فهذه الثلاثة بكل ورد القرآن. هذا اليوم وهذا اللقاء وهذا المساء إن شاء الله سنعرج على أربعة من الأعلام المذكورة في القرآن: جبريل وهو علم على سيد الملائكة، والكوثر وهو علم على نهر في الجنة، وعزير وهو علم على عبد صالح من بني إسرائيل، ويوم الفرقان وهو علم على معركة أو يوم معركة. هذه الأربعة هي محور حديثنا في هذا اللقاء المبارك، وبالله نستعين وعليه نتوكل. فنقول نبدأ بجبريل. جبريل ذكره الله جل وعلا في القرآن باسمه، وذكره بوصفه. إما ذكره الله باسمه، قال جل ذكره في سورة البقرة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وذكره الله جل وعلا في سورة التحريم ذكرا مشرفا، لأنه ذكره خاصا وأتبع بعده العام، قال الله جل وعلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومعلوم أن جبريل يدخل في قول الله والملائكة بعد ذلك ظهير، لكن الله جل شأنه خصه بالذكر لشرفه عليه السلام. وهذا الملك الكريم كما ذكره الله باسمه ذكره الله بنفسه، وصفه الله جل وعلا بأنه أمين مؤتمن غير ذي تهمة، قال الله تعالى وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأضافه الله إلى ذاته العلية إضافة تشريف، قال جل شأنه فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها بشرا سويا. وهو عليه السلام أحد الملائكة، والملائكة خلق كثير كما مر معنا في أكثر من درس لا يعلم عددهم إلا الله، قال الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، يدخل فيها الملائكة وغير الملائكة لأن كل ذلك جند لله، لكنهم يأتون في مقدمة. فهو سيد الملائكة فيما يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة، وإنما قلنا إن جبريل سيد الملائكة لأدلة، من أعظمها أن الله جل وعلا أوكل إليه أعظم الأمور ألا وهي حياة القلوب، وحياة القلوب لا تكون إلا بالوحي الذي ينزل من السماء، والله أوكل إلى هذا الملك الكريم أن ينزل بالوحي من السماء على أنبيائه ورسله، فهو الذي نزل بالقرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء والمرسلين من قبل بما من الله عليهم بالكتب أو بالوحي جملة. ويدل عليه أنه ورد في حديث صحيح أن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي
أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فهذا دليل على فضله وتقدمه وسيادته عليه السلام، وأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. فهذا هذان الأثران في كونه عليه السلام أول من يسمح وحي الله، وأن الله إذا أحب عبدا كان جبريل أول من يعلم أو أول من يخبر، دلالة على فضله وتقدمه على غيره من الملائكة. وإن كنا لا نقطع بهذا لعدم وجود النص الصريح الفاصل في الأمر، لكن نقول بتعبير دقيق هذا ظاهر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. له علاقة وطيدة بنبينا صلى الله عليه وسلم تتمثل في أمور، أولها أنه هو الذي نزل بالوحي عليه، وقد مر معنا نزل عليه أول الأمر في غار حراء، وكان يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في كل عام مرة، ودرسه في العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن مرتين إذانا وإشعارا بدنو الأجل وقرب الرحيم، كما أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وعلمه الصلاة وصلى به إماما عند الكعبة في ظهيرة اليوم الذي كان في ليلته السابقة رحلة الإسراء والمعراج، فصلاة الظهر أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كفريضة مقررة، كان قبلها يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، وهي أول فرائض الخمس الذي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أمه فيها جبريل بعد أن علمه جبريل علمه الوضوء. لما طلبت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبرهم برحلة الإسراء، طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس، رفعه جبريل، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى بيت المقدس ويصفه لقريش. ولما سئل صلوات الله وسلامه عليه ما أحب الأماكن إلى الله قال: المساجد. فلما سئل ما أبغضها إلى الله توقف، فأخبره جبريل أنها الأسواق، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها الأسواق. ذكر عليه الصلاة والسلام الشهداء وأخبر أن الشهيد يغفر له كل شيء، ثم قال مستدركا: إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا، لأن جبريل الواسطة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في الشرع، كما كان عليه السلام أي جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في حديثنا عن يوم الفرقان، كما أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا في رحلة المعراج، فكان يسأل فيجيب من معك فيقول معي محمد، وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل وجبريل يجيب، كما مروا على تلك الريح الطيبة، قلت ما هذه الريح الطيبة يا جبريل؟ قال هذه ريح ماشطة ابنة فرعون، فالسائل نبينا صلى الله عليه وسلم والمجيب جبريل عليه السلام. كما أنه أوكل الله جل وعليه بطريقة ما تعليم الصحابة، ومر معكم كثيرا حديث عمر رضي الله عنه وهو صحيح مسلم أنه قدم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، والحديث معروف مشهور، فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا من حرصه عليه السلام أن يعلم الناس ما ينفعهم في أمر دينهم عن طريق الأسئلة التي هو يعرف جوابها، فكان يقول كلما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام يقول جبريل صدقت، فيقول الصحابة عجبنا له يسأله ويصدقه كأنه يعرف الإجابة من قبل عليه السلام. هذا جبريل على وجه الإجمال. جاء في تاريخنا الإسلامي الحديث عنه، الله جل وعلا نصر نبيه عليه الصلاة والسلام بالأنصار والمهاجرين، وهؤلاء الكرام من قبل ذادوا عن الدين بسنانهم وذادوا عن الدين بلسانهم، فكان منهم شعراء، ومن أبرزهم حسان وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما،
فحسان قال ذكر جبريل في شعره، قال في همزيته: عفت ذات الأباطح فالجواء إلى عذراء منزلها خضاء، إلى أن قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مسعدات على أكتافها الأسر الضماء، فإما تعرض عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، إلى أن قال: وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. يفتخر بأن جبريل عليه السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في حروبه. وقال حسان: وكنت قبل قد نسبت البيت الذي سيأتي إلى حسان وهو لكعب، وهو قول كعب رضي الله عنه: وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. هذا أفخر بيت قالته العرب لحقيقته ولصياغته الفنية. الذي يعنينا هذا ما يمكن أن يقال عن جبريل من حيث التعريف. أما من حيث ما يتعلق بنا قلبيا، فإن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، والإيمان بالملائكة الكرام يتمثل بالإيمان بهم جملة، بوجودهم ومحبتهم وموالاتهم وذكر ثناء الله جل وعلا عليهم، وبالإيمان تفصيلا بمن ذكرهم الله جل وعلا تفصيلا، وفي مقدمتهم جبريل وميكال ومالك وهاروت وماروت وإسرافيل ورضوان إن صح الحديث فيه، وغيرهم ممن سمى الله وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالملائكة الكرام الركن الثاني من أركان الإيمان الذي يجب على المؤمن أن يعتقده، ومحبة من يحبه الله ورسوله هذا من أعظم براهين الإيمان ودلائل التقوى، أن يحب المرء من وما يحبه الله ورسوله. وقد ضربنا لهذا أمثلة كثيرة في دروس عدة لا حاجة لتكرارها، لأن حديثنا عن أعلام القرآن إنما هو حديث تعريفي. هذا جبريل عليه السلام. العلم الثاني الكوثر، والكوثر ذكره الله في القرآن مرة واحدة في سورة سميت باسمه، قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. واختلف العلماء فيما هو الكوثر على 16 قولا، يثبت منها اثنان، لأن أقوال العلماء لا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما قالوا يدخل فيما أعطاه الله النبي من الخير، لكن الكوثر إنما هو نهر في الجنة أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس، قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافت على حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت فيه لأرى أين مجرى الماء، فإذا هو مسك أذفر، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله إياه، أو أعطاكه الله. فهذا نص في موضع الخلاف، فلا ينبغي الانصراف إلى غيره، فالكوثر نهر في الجنة. ويؤيد ما رواه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمه، ثم قال لأصحابه: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير، وهو حوض ترده أمتي. قال: نهر في الجنة عليه خير كثير، وهو حوض ترده أمتي. ولهذا فصل العلماء في قضية الارتباط، هل هو نهر في الجنة أو هو الحوض الذي ترد إليه هذه الأمة يوم القيامة. والإمام البخاري رحمه الله ذكر الحديث أولا في كتاب التفسير عند قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، ثم ذكره مرة أخرى مردفا بأحاديث أخرى في كتاب الرقاق من نفس الصحيح. والحافظ ابن حجر أفضل من شرح الصحيح تكلم عن الكوثر كنهر في كتاب التفسير، وأرجع الحديث عن التفصيل إلى كتاب الرقاق. وجملة ما دل عليه الخبر
نقول جملة ما دل عليه الخبر أن الأصل أن النهر في الجنة، ثم له ميزابان يصب بهما في الحوض الذي هو خارج الجنة، فيصبح هذا الحوض الذي هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يستسقي أو يصب فيه أو أصل مائه من الكوثر الذي هو نهر في الجنة. بهذا تجتمع الأحاديث، يجتمع حديث هذا الكوثر الذي أعطاكه الله، ويجتمع حديث وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. الناس يحشرون يوم القيامة عطشا، أحوج ما يكونون إلى الماء، والورود إلى الحوض والسقيا منه من أعظم ما يأمله ويتمناه ويرغبه ويرجوه من الله عباد الله الصالحين، سقانا الله وإياكم منه. والناس في الكوثر أهل السنة، سلك الله بنا وبكم سبيلهم، يؤمنون بهذا الأمر ويثبتونه. وأنكر الطائفة من الخوارج ومن المعتزلة وجود الحوض، وكان عبيد الله بن زياد الأمير الأموي المعروف ينكر وجود الحوض ويرده. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخبرونه بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لنبي الله عليه السلام حوض، حتى إنه سأل عبيد الله، سأل أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه عن هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحوض؟ فقال أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه ما سمعته مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، بل سمعته أكثر من ذلك، لا سقى الله من كذب به، يريد أن يخوفه، لا سقى الله من كذب به، لا سقى الله من كذب به، يريد أن يخوف عبيد الله بن زياد. ثم أخبره ابن عمر وبعض الصحابة بهذا، ورد أنه قال أشهد أن الحوض حق. سواء أقر عبيد الله بن زياد ولم يقر، هذه ليست هي القضية، فالحوض ثابت لا شك فيه. أنس رضي الله عنه وأرضاه دخل على عبيد الله بن زياد ومعه أصحابه خلطاؤه، وخلطاؤه الإنسان دائما من نفس ذكره في الغالب، وهم يتمارون في الحوض يعني كأنهم ينكرونه. فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه والله ما ظننت أنني سأعيش إلى يوم أسمع فيه من يتمارون في الحوض، ولقد تركت في المدينة خلفي عجائز ما صلينا صلاة إلا سأن الله فيها أن يسقيهن من حوض نبيه. قال الإمام القرطبي رحمه الله والحوض أركان أربعة، وهم الخلفاء الراشدون، فمن سبهم أو أبغضهم أو أبغض واحدا منهم لم يرد الحوض. وهذا القول من القرطبي لم نقف عليه على أثر صحيح، يعني لا أعلم من أين أتى القرطبي رحمه الله بهذا القول، وإن كان الرجل معروف أحد الأئمة الكبار، لكن لا أعلم بما أحفظ دليلا يدل عليه. وإن كان قوله رحمه الله تطمئن إليه النفس، فإن حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى، ومن أعظم ما يدل على تمكن الإيمان في القلب. قلنا إجمالا أن يحب المرء ما يحبه الله ورسوله، ولا ريب أن الله ورسوله يحبان الصحابة، أثنى الله ورسوله عليهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد أن سب الصحابة يحول بين المرء وبين ورود الحوض، وهذا ذكره الله للسنة ردا على الرافضة الذين يقعون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما هنا نمرر فائدة، الله جل وعلا ينتقم لأوليائه إن عاجلا أو آجلا. وسأخبركم بما وقفنا عليه من أحداث أهل هذا الزمان. سمعتم بما يسمى بالسيد الحوثي اليمني الشيعي الذي خرج مؤخرا على حكومة اليمن وقتل. هذا الرجل قابلته قبل 4 أو 5 أيام، رجلا يمنيا شارك في المعارك العسكرية والفكرية ضد هذا الشيعي، وكان قد ظلل شبابا كثيرا من أبناء قريته، وأتي ببعض أهل القرية يعني الإخوة في اليمن أهل السنة، أخذوا الأبناء الصغار
يأسوا من كبارهم أخذوا الصغار وأتوا بهم هنا إلى مكة والمدينة ليعتمروا حتى يغيروا المعتقد الخاطئ الذي ربوا عليه. هذا السيد الحوثي طبعا السيد اسمه ولا يثبتني قال في إحدى دروسه لأتباعه يذم الصديق رضي الله عنه وقد ذكر الغار النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه في الغار، فقال بلهجته، طبعا لا أقول لهجته أنا لا أقول طريقته كيف قالها لكن أقولها بالفصحى، قال إن أبا بكر ليست له أي كرامة إنما كان يبول ويتغوط في الغار 3 أيام. طبعا قلنا قالها بلغة شريحة، ثم مضت أيام شهور سنين على قولته هذا. لما حوصر دافع عنه فتيان شباب مغرر به، أما هو فقد حصره الله جل وعلا في غار، فجلس في الغار 3 أشهر لا يستطيع أن يخرج يبول ويتبرز في الغار، ثم ختم الله له بأن قتل. فانظر كيف وقع في رجل كالصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها، وكيف انتقم الله جل وعلا للصديق رغم أن الصديق لم يسمع هذه المقالة ولم يؤذ بها، لكن قال الله جل وعلا في كتابه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ونحن نقول في دروسنا دائما إذا أردت أن تتكلم في أحد تكلم في القضية العلمية، من أخرج للناس علما ينقد إذا أخطأ، ينقد ماذا؟ ينقد المسألة صوابا أو خطأ، لكن لا يتعرض له كذات. فربما تقع في رجل له عند الله عمل صالح لا تعلمه، والدة يبرها، فقير يعطيه، أرملة قائم عليها، أعمال لا تعلمها أنت، فتقع فيه ليل نهار في بين أقرانك وخلطائك صباح مساء تقلل فيه وتتهمه وتنتقصه، فيصل الأمر إلى حد ينتقم الله جل وعلا لذلك الولي منك. وقد قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما المسألة العلمية الرد عليها هذا سجال بين العلماء، لك الحق أن تقول أخطأ فلان في كذا، وتبين إن كنت أهلا لهذا القول أن تبين الأدلة التي تجعلك ترفض ذلك القول. المقصود من هذا كله أن الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم نزبه من نهر الكوثر، وأن الكوثر علم على نهر في الجنة أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي خصيصة له صلوات الله وسلامه عليه، تدل على رفيع مقامه وجليل مكانته عند ربه. وليس الكوثر بالخصيصة الوحيدة التي ميز الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل له عليه الصلاة والسلام من الفضل ورفيع الدرجة وعلو المقام والخصائص التي أعطاه الله إياها ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه في مقام كهذا. فالله تبارك وتعالى كان وما زال حفيا بنبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا العلم الثاني وهو الكوثر الذي تحدثنا عنه. أعلام القرآن. العلم الثالث في لقاء اليوم هو عزير، وعزير أحد صالحي بني إسرائيل لم تثبت نبوته. قال الله جل وعلا عنه في القرآن، ذكره الله جل وعلا في القرآن في سورة التوبة، قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. نحن نعلم جميعا أن الرب تبارك وتعالى مقدس عن الصاحبة والولد، منزه فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأعظم الجرم أن يدعي مدعي أن لله جل وعلا ولدا. قال الله وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ممن زعم أن لله الولد النصارى واليهود، وكل منهما تعلق بشبهة، والشبهة لا يجلوها إلا العلم. فنبدأ بالنصارى وإن كانوا متأخرين، لكن حتى نصل إلى عزير، النصارى وقعوا في هذه الشبهة من باب أنهم رأوا أن عيسى عليه السلام لا والد له، فزعموا أنه ابن لله، فرد الله جل وعلا عليهم كما مر معنا في تأملاتنا بسورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والمعنى
لو كان هناك أحد حقيق أن يكون ابنا لله، ولا يوجد أحد أن يكون حقيقا ابنا لله، لكان آدم أولى من من؟ أولى من عيسى. لأنه إذا كانت الشبهة في عيسى أنه وجد من غير والد، فإن آدم وجد من غير والد ولا ولد، وإنما هو أمر من الله كن فيكون، فرد الله بهذا شبهة النصارى. أما اليهود فإن اليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، وسبب شبهتهم أنهم يعلمون أن التوراة نزلت على موسى ماذا؟ نزلت على موسى مكتوبة، هذا لا يمكن إنكاره، الله قال وكتبنا له في الألواح، فموسى أنزلت عليه التوراة مكتوبة، فكان علماؤهم يحفظون التوراة، ثم سلط الله عليهم بغت نصر فأزهق أرواحهم وأفنى علماءهم، فقدر أن هذا عزير ألهمه الله جل وعلا التوراة، جعله قادرا على استذكارها، فأملاها عليهم حفظا غيبا، فلما أملاها عليهم غيبا وقعوا بعد ذلك على التوراة، كما سيأتي كيف وقعوا عليها، بس أنا أتكلم عن جملة. فلما وقفوا على التوراة وهي مكتوبة وجدوها، أين دفنها العلماء قبل أن يذبحهم بغت نصر؟ فقارنوا ما أملاه عليهم عزير وما هو بين أيديهم من التوراة، فوجدوه لم يخرم عزير حرفا واحدا، قالوا هذه الشبهة، قالوا ما أعطي عزير هذا إلا لأنه ابن لله، واضح؟ هذا سبب قول اليهود وزعمهم أن عزيرا ابن الله. وهذه مشكلة قلة العلم في أي شيء، فإن الإنسان إذا كان لا يعرف إلا جزئية في العلم يتخبط فيه ويقع في أمور لا يعلمها إلا الله. فعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرب قرابته وأعطاهم مسؤوليات، فجاء الخوارج قالوا هذا ينافي ما أمر الله به من العدل، هذا لا يصلح أن يكون خليفة، هذا لا يصلح أن يكون أميرا للمؤمنين، ثم قتلوه، ثم نهبوا ماله، ثم قتلوا نجيح وغلاميه، ثم ضربوا زوجته، تطور الأمر لأجل شبهة واحدة لم يجدوا عذرا لعثمان. والخوارج الذين بعدهم الذين قتلوا عليا قالوا إن عليا حكم الرجال في دين الله، والله يقول إن الحكم إلا لله، ولم يفهموا هذه الآية لما أنزلت وفيما أنزلت، وأن الله حكم الرجال في الصيف يحكم به ذو عدل منكم، ومع ذلك تركوا هذا كله ورفعوا سيوفهم على أمير المؤمنين وقتلوا، وهذا كله من نقص العلم. وأمثال هؤلاء مثل اليهود أو غيرهم ممن يوجد في هذه الأمة قلة العلم صعب أن تحاوره، لأنه يتمسك بجزئية واحدة لا يوجد جامع بينك وبينه، لا يوجد أرضية علمية متسعة حتى تأخذ وتعطي معه. المقصود أن هذه الشبهة هي التي تعلق بها من تعلق من اليهود في زعمهم أن عزير ابن الله. أما عزير في نفسه فعزير عبد صالح، ورد فيه آثار، هذه الآثار لا يوجد بين أيدينا نقل صحيح نستطيع أن نجزم أنه صحيح، ولكنها نقول منقولة عن وهب بن منبه وعن ابن عباس وأخذها عن كعب الأحبار وغيرهم من الصحابة والتابعين. فمنهم من قال إن عزيرا مر على امرأة تبكي عند قبر بعد أن قتل بغت نصر بني إسرائيل، وهي تقول وكاسياه ومعطياه، تبكي وتندب على الرجل الميت، فقال لها عزير من الذي كان يطعمك ويسقيك؟ قالت الله، قال فإن الله حي لا يموت، فلا داعي للبكاء. وهو قبل أن يقول لها ذلك كان يبكي على فقد العلماء. فقالت له المرأة وأنت على ما تبكي؟ قال ابكي على فقد العلماء. قالت من الذي علم بني إسرائيل علماء بني إسرائيل؟ قال الله. قالت فاسأل الله فإن الله حي لا يموت. فسأل الله أن يقذف في قلبه نور التوراة فأعطاه الله نور التوراة. هذا قول. ونقل آخر عليه كثير من العلماء أنه هو المقصود بقول الله جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقالوا إن القرية هي بيت المقدس بعد أن عاث بغت نصر فيها فسادا، فبعد أن هدم منازلها وأطاح سقوفها وقتل أهليها مر عليها عزير،
فقال من باب التعجب لا من باب الإنكار، قال أنى يحيي هذه الله بعد موته، وكان قد خرج وعمره 40 عاما وله أمة جارية عمرها 20 عاما، فأماته الله فمكث ميتا 100 عام بنص القرآن إن كان هو عزير، فبعد 100 عام أحياه الله جل وعلا ورده كما كان، فأصبح عمره كم؟ 40 كما هي. فلما رجع إذا بالناس قد تغيروا، فذهب يحاول أن يصل إلى بيته، فوجد الأمة التي تركها وعمرها 20 عاما قد أصبح عمرها 120، فقال لها أين بيت عزير؟ قالت يرحمك الله أين أنت من عزير؟ لم يعد أحد يذكر عزيرا هذه الأيام. فقال لها أنا عزير. قالت إن عزيرا كان عبدا صالحا، فإن كنت عزير فادع الله لي، وكان قد عميت، فدع الله لها فبرئت وأبصرت، فلما رأت وعرفت لأنه ما تغير فيه شيء، فأخذته للملأ من بني إسرائيل، ذكروا له التوراة فسأل الله ودعاه فأملى عليهم التوراة ولم يخرم منها حرفا، ثم قال لهم إن أبي كان قد أخفى التوراة في مكان كذا وكذا عندما خربت بيت المقدس، فذهب بهم إلى موضع الذي غلب على ظنه أن أباه وضع التوراة فيه، فأخرجها مكتوبة كما قلنا في أول الدرس، فلما قارنوا ما بين ما أملاه عزير بين ما وجدوه مكتوبا وأن عزيرا لم يخرم منه حرفا واحدا، قالوا ما أعطي عزير هذا إلا إنه ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه الآية ذكرها الله كما قلنا في سورة التوبة، لكن لماذا ذكرها الله في سورة التوبة؟ ذكرها الله ليغري المؤمنين ويحثهم على قتال أهل الكفر، فذكرها الله ليبين أعظم ما تحل به أهل الكفر وهو زعمهم أن لله الولد، وأعظم الفرية أن يأتي أحد فيدعي لله الولد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك كانوا يقولون في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان إذا أبصر يهوديا أو نصرانيا في بغداد يغمض عينيه، فيقال له يا أبا عبد الله لما تفعل ذلك؟ فيقول والله لا أطيق أن أرى أحدا يزعم أن لله ولدا، لا أطيق أن أرى أحدا يزعم أن لله ولدا. وهذه يعني أمر تحلى به الإمام أحمد رحمه الله، لكن لا يوجد دليل على وجوب فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر اليهود والنصارى وهم يزعمون أن لله الولد وتعامل معهم، لكن هذا أمر ورع من الإمام نفسه وليس هديا نبويا رحمة الله على الإمام أحمد. موضع الشاهد من هذا أنه كم في الأمة، في الأمم من قبلنا وفي أمتنا من الصالحين من غال الناس فيهم حتى عبدوهم من دون الله أو عظموهم من دون الله، ولهذا قال الله بعد هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وأعظم الفرق التي وقعت في هذا بلا شك الرافضة وغلوهم الشركي في علي رضي الله عنه وفي السبطين الحسن والحسين، وهذا أمر مشاهد لا يمكن إنكاره، كله من باب الغلو في الأشخاص. ولا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغلو في أحد من الخلق كائنا من كان، إنما يحب كل أحد بقدر ويبغض بقدر، ويتخذ الشرع مناطا ومعيارا في التعامل مع الخلق كلهم. رابع الأعلام في لقائنا هذا هو يوم الفرقان، وهي التسمية القرآنية ليوم بدر. أما قول الله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فهذه علم على مكان، لكن الله قال في الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فقول الله جل وعلا وما أنزلنا على عبدنا، هذه ما ليست نافية وإنما ما موصولة قطعا، ما نافية تضيع الآية كلها، لكنها ما موصولة. وما أنزلنا أي والذي أنزلنا على عبدنا أي نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان يوم بدر، يوم معركة بدر التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، والفرقان مصدر من الفعل فرق يفرق فرقانا، يوم التقى الجمعان
جمع أهل الكفر وجمع أهل الإيمان. قال الله بعدها: والله على كل شيء قدير. ما الذي أنزله الله يوم الفرقان؟ النصر. الذي أنزله الله جل وعلا يوم الفرقان النصر والظفر لنبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه. معلوم أن يوم بدر يوم مشروع، لكنني سأتحدث عنه إجمالا فيما يغلب على الظن أنه فيه فائدة لمن يسمع. الحالة الاقتصادية في المدينة كانت ضعيفة جدا قبل بدر، فكان الشغل الشاغل للصحابة لما سمعوا بعير قريش همهم أن ينالوا القافلة حتى يتحسن الوضع الاقتصادي، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر همهم أن ينالوا القافلة. لكن الله أبدلهم من القافلة خيرا منها، وهو أن الله أعطاهم النصر ومكن لهم الأسر وأخذوا بعد ذلك الفدية من قريش، فأعطاهم الله جل وعلا فوق ما يؤملون. أبو سفيان حارب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكن لا يقع إلا ما قدر الله. حارب في بدر وأحد وجمع الأحزاب، ومع ذلك مات على الإيمان. فسبحان مقلب القلوب يفعل بعباده ما يشاء. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. الأمر الثالث: عاتكة بنت عبد المطلب، هذه أخت العباس عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل يوم بدر بثلاثة أيام رأت رؤيا، رأت أن رجلا يستغيث في الأبطح ويقول: يا آل غدر انفروا لمصرعكم في ثلاث. ثم تنقل من مكان إلى مكان، ثم صعد جبلا، هذا في الرؤيا، ثم ألقى صخرة فانفلقت الصخرة، ثم لم يبقى بيت من بيوت أهل مكة إلا ودخله شظية من الصخرة. فقصت الرؤيا على أخيها العباس، فقال لها العباس: اكتميها، والله إنها لرؤيا. فقالت: أظنها مصيبة ستحل بقومنا. فأخبر العباس الوليد بن عتبة صديق له، ويقولون: كل سر جاوز الاثنين شاع، وكل علم ليس في القرطاس ضاع. أما الأولى كل سر جاوز الاثنين شاع فصحيح، لكن كل علم ليس في القرطاس ضاع ليس بصحيح، لأن الله يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما قال الله أنه في الكتب. نعود فنقول: الوليد لما قص عليه العباس قصها على أبيه عتبة، وعتبة أخبر بها غيره فانتشرت في قريش. فلما بلغت أبا جهل نادى العباس وتوعده وتهدده وقال: يا بني عبد المطلب، أما كفاكم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ وكان أبو جهل رجل خبيث نحيف، حديد الوجه، حديد النظر، حديد اللسان، ما يستطيع أحد يقاومه. وأصلا أدخل دار الندوة قبل أن يطر شاربه، رغم أن دار الندوة لا يدخلها رجل في قريش إلا بعد الأربعين، لكن أدخلوه إياها محكما من أول أمره لعلو شأنه وهو صغير. فنادى أبو جهل العباس وأخذ يتوعده ويهدده، فلم يجد العباس مفرا من أن يجحد وينكر. فلما ذهب العباس إلى داره اجتمعن عليه نسوة عبد المطلب، يعني آل عبد المطلب، وعاتبوه ولاموه كيف تضعف أمام أبي جهل، وأخذوا يزيدون له الأمر حتى يرد على أبي جهل، فأجمع أمره على أن يرد على أبي جهل. فلما انصرف بعد ثلاثة أيام قابل العباس أبا جهل وناداه ليرد عليه، إذا بضمضم الغفاري الذي استأجره أبو سفيان وبعثه يستصرخ في قريش، يصرخ مثل ما قالت عاتكة في الرؤيا. فكان أبو جهل ممن سمع الغوث، ترك العباس وخرج، ثم خرج العباس وخرج الناس ينشدون ماذا يريد ضمضم، وانتهى أمر الرؤيا، يعني شغلت قريش عن الرؤيا. ثم خرجت قريش بعد أن استنفرهم ضمضم الذي بعثه أبو سفيان. التقى الجمعان كما قال الله جل وعلا في بدر، وبدر اسم لرجل، بدر بن حذافة كان قد حفر بئرا في هذا الموطن فسميت المكان باسمه إلى يومنا هذا. وهذا يدل على أن في أشياء تبقى مع الأيام لا تتغير على اسمها الأول. فمن قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان كان اسمه بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه مر بالروحاء، والروحاء إلى اليوم كما هي.
ومر بالمنصرف وهي المتجيد الآن، ومر برحقان الجبل المعروف، ومر بالمضيق حتى وصل إلى بدر. وهناك في بدر انتقل الجمعان كما أخبر الله جل وعلا. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأن النبي وفي وهو يعلم أن العهد الذي بينه وبين الأنصار على أنهم يحموه داخل المدينة وبدر خارج المدينة، وأخذ يقول: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. ثم سمع من الأنصار ما سمع من دلالة صدقهم ونصرتهم لدين الله، فقال: انضوا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين إما النصر وإما القافلة. فلما كان في يوم بدر كان يعلم أنه منتصر، وإنما كما قلنا في دروس عدة وقف صلى الله عليه وسلم ليلة بدر يدعو ويتضرع إلى الله ليقيم التوحيد ويحقق العبودية لله، وهو يعلم قطعا أنه منتصر، لأنه قال لأصحابه: انظوا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. فالطائفة الأولى وهي القافلة فرت، هربت، نجت، فلم يبق إلا الثانية، وعد الله حق وهو النصر. فكان يعلم أنه منصور، لكنه أراد أن يحقق أعظم ما كلف الله به العبيد، ألا وهو تحقيق التوحيد. فأخذ صلى الله عليه وسلم يدعو حتى سقط رداءه، فرق له أبو بكر وكان شفيقا رفيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، بعض مناشدتك ربك، يعني على مهلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، وأهل بدر 310، وهو عدد جيش طالوت الذي قال الله فيه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت موقعة بدر عليه جماهير الناس، إلا ما روي عن بعض العلماء لكنه مخالف لما عليه الأكثرون، أنها كانت في 17 من رمضان للسنة 2 من الهجرة في يوم جمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على غير صيام، ولهذا كان عمير بن الحمام في يده ثمرات وهو في رمضان يأكل، ثم ألقاها وجاهد في سبيل الله واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. نجم عن المعركة كما هو معلوم قتل 70 من أهل الإشراك، وأسر كم؟ أسر 70. والمسلمون في يوم أحد لم يؤسر منهم أحد، وإنما قتل منهم 70، ولهذا قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا أصبتم مثليها، أي في مئين، في بدر، في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، أما في أحد فالذي أصابكم نصف ما حصلتم عليه في الأول، قتل منكم 70 ولم يؤسر منكم أحد. أظن هذا ظاهر. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ليتصرف في القتلى، وبعث عبد الله بن رواحة وأسامة بن زيد مبشرين على ناقته القسواء، يبشرون أهل المدينة بانتصار نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام في بدر. ثم ألقي قتلى قريش في قليب، القليب البئر المهجورة المتروكة في قليب بدر، ومكث صلى الله عليه وسلم ينادي أهل القليب ويقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، كيف تدعو أقواما قد جيفوا؟ فقال: يا عمر، والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا يملكون جوابا. هذه مسألة ينجم عنها مسألة خلافية شهيرة، وهي قضية ماذا؟ هل الأموات يسمعون أو لا؟ وينجم عن قضية فقهية، هل الأموات يسمعون أو لا، قضية أخرى، وهي قضية تلقين الميت. تلقين الميت أن يوقف على القبر فيقال للميت: أذكر ما ترك، أذكر آخر ما تركت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. والحق أن هذا العمل، أي تلقين الميت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم. ظهر في الشام قبل الإمام أحمد بقليل في أواخر القرن الأول من قوم صالحين، فأخذه عنهم البعض. وأصل المسألة كما قلت هي قضية هؤلاء الذين في بدر. أين الإشكال؟ الذين يقولون بالتلقين يقولون هذا الحديث، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن قريب بدر أنهم ماذا؟ أنهم يسمعون.
كيف يرد عليه؟ يرد عليهم لو كان الأصل أنهم يسمعون لما أنكر من؟ لما أنكر عمر، لكن الظاهر أن الأمر خرج خروجه خرج عن المعتاد، خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس أمرا عاديا. لكن رد الآخرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يسمع قرع قرع نعاله، والمسألة مبسوطة في كتب الفقهاء، لكن أنا أردت تحرير المسألة علميا. لكننا نقول إن الخير كل الخير اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مجلس علم، ويوجد علماء فضلاء تبنوا هذا الرأي، لكن كما قلت هذا مجلس علم، وحري أن تخرج وقد فهمت المسألة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يجادل ويناقش ويأخذ ويعطي إذا كان لا يجهل أقوال الطرف الآخر، لكنه إذا كان يعلمها يستطيع ويقدر أن يثبت في مواضع السجال العلمي ويأخذ ويعطي. هذا يوم بدر سماه الله فرقانا لأن الله جل وعلا فرق فيه ما بين الحق والباطل، وكان يوما عزيزا في الإسلام نصر الله جل وعلا فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. الأسرى أشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، وأخذ الرسول برأي أبي بكر أن يفدوا ويستفيد المسلمون من الفدية ويستبقون على الله أن يهديهم، فأنزل الله جل وعلا قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ولولا كتاب من الله سبق. المقصود من هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر، فبعثت قريش تفدي أسراها. ومر معنا أن كان من الأسرى العاص بن الربيع، والعاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو أمامة بنت زينب، وزينب كانت في مكة وزوجها مأسور في بدر مقاد إلى المدينة، فبعثت بفدية تفدي بها زوجها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة أو بعل المرأة من المرأة بماذا؟ بمكان. فالمرأة إذا اختلكت عليها الخطوب لا نجد أحد تلجأ إليه أكثر من الخلق، أكثر من زوجها. فهذه المرأة رغم أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مسلمة، لكن لما علمت أن زوجها أسر أخرجت كل ما في يدها، فأخرجت قلادة كانت أمها خديجة رضي الله عنها وأرضها ألبستها إياها في يوم دخولها على زوجها، فبعثت بالقلادة وهي عزمة تملك كله من أجل أن تفدي زوجها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة عرفها، فتذكر زمن خديجة رضي الله عنها وأرضها، فورد أنه أهرقت دمعتاه صلوات الله وسلامه عليه، يعني بكى. ثم فدي العاص بن الربيع ورجع، وحصل بعد ذلك كما مر معنا في دروس عدة أن العاص أسلم بعد ذلك في قصة طويلة ليس هذا موضع بسطها. موضع القضية قضية الفداء في الأصل. على الجانب الآخر قريش قوم أعزة في ذاتهم، وإن كانوا على الكفر كان فيهم أنفة لا يرضيهم شيء، ولذلك حتى في الحج ما يخرجون إلى عرفات، عرفات في الحل إنما مزدلفة ومنى في الحرم، فلا يخرجون مع الناس، يخرجون يقولون نحن أهل الله أهل الحرم ما نخرج مع الناس في عرفات، فيقفون قبل عرفات ولا يفيضون من منى إلى عرفات. ولهذا قال الله لنبيه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، دعك من قومك وأنفتهم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والمقصود أن قريشا كانت فيهم أنفة فمنعوا، زي ما يصدر مثلا بيان رسمي بيان داخلي أو قاس الحروب، أصدروا بيانا أنه أحد يبكي. طبعا الإنسان إذا ما بكى يزداد ماذا في قلبه لأنه لم يخرج. فذات يوم كان أحدهم قد سمع بكاء، هو ماثلوا ثلاثة أولاد محروق، فقال لأحد أبنائي اذهب وانظر فإني أسمع امرأة تبكي لعل قريش أذنت أن يبكى على القتلى. ذهب الولد وجد امرأة تبكي على بكر، بكر الفتى من الإبل، تبكي على بكر لها أضلته. جاء يعود إلى أبيه قال ما وراءك؟ قال لا لن تأذن قريش، هذه امرأة تبكي على بكر أضلته، بعير أضلته. فقال تبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بدر ولكن على بدر تقصرت الجدود، على بدر صرات بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسود. وأخذ يذكر نحيبه وشجونه على أبنائه الذين قتلوا في بدر. هذا حصيلة ما كان في يوم بدر. خص الله جل وعلا تلك الفئة في يوم الفرقان بأن الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم
فإني قد غفرت لكم. فهؤلاء الفئة 314 هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. هؤلاء 314 خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وقلنا إن جبريل كان في ذلك اللواء، وقلنا إن قول كعب وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد أفخر بيت قالته العرب، لأنه لا يوجد راية يمكن أن تقع في التاريخ كله من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة يجتمع تحتها محمد بن عبد الله وجبريل وأبو بكر وعمر وغيرهم من سادة المهاجرين والأنصار. هذا أمر لا يمكن أن يتكرر. فلا أحد في الأنبياء أفضل من محمد، ولا أحد في الملائكة أفضل من جبريل، ولا أحد في حواري الأنبياء أفضل من أبي بكر. وهؤلاء الثلاثة لئمة في كل فريق اجتمعوا تحت راية واحدة، فلهذا كانت راية بدر لا تعدلها راية. رزقنا الله وإياكم حبهم وجوارهم في جنات النعيم. هذا معشر المؤمنين ما تيسر إراده وتهيأ قوله، وأعان الله جل وعلا على إلقائه في هذا اليوم المبارك، وهم 4 أعلام: الجبريل والكوثر وعزير ويوم الفرقان. وفقنا الله وإياكم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.